تصبحي على خير. وحاج من اهل وماما. اقفلي الباب معاكي بعد اذنك. كده ماما عايزه ايه؟ سيبي اي حاجه في ايدك وركزي معايا. انا عايزه اشترك في جيم. لا قديمه يا عن امك، شوفي حاجه جديده. لا ليه، دي جديده وجديده قوي كمان، اسمعيني بس. الله يبارك لك. والعجله اللي جبناها من زنك عليها وترمت في البلكونه لحد ما باظت من الركنه وصدت، قعدنا انا وابوكي ندلل عليها عشان تتباع ومفيش حد معبرها. انسي كل ده، عايزاكي تنسي كل ده. وانسى كمان المشايه لما طورها باظ من كتر ما محدش بيستخدمها. حبيبتي ده كل البيوت كده، انت فاكره ان احنا بس؟ لا طبعا، ده معظم الناس كده، يجيبوا ادوات رياضيه ويفكروا نفسهم هيلبوا البيت جيم، فجاه يقلب منهم مطعم ما تفهميش ازاي، وعادي وماشيه. بتحصل في احسن العائلات. بس انا من النهارده حد جديد، حد ملتزم، عنده عزيمه وعنده اراده. بت انا مش عارفه ليه المره دي كده مصدقاكي. انسي كنت بتاعه زمان خالص، جربيني عشان خاطري واشتركي لي في جيم. انا شفت نفسي وانا بنجح، وتجاربك الفاشله اللي هريانه بيها في المطبخ انت واصحابك وشيموتشي وشيفوتشي ايه، ولا هتحدي المطعم الفلاني والعلاني. يا اختي انت بتهمدي، مقضيها انبهارات انبهارات، ولا بننبهر ولا بننيل. رغم انك بتقفي قدام انبهاراتي وتجاربي، بس لو هتشتركي لي في جيم انا موافقه. والاكل اللي طول اليوم هنظبطه، والجوع همرمطه، والنوم شلخبطه. بصي هبهرك. تقلقيني ليه دلوقتي؟ طيب استغفر الله العظيم. يا رب قومي قومي قومي، روحي البسي يلا. انا اصلا لابسه، يلا بينا اما نشوف اخرتها معاكي. لو سمحتي كنت عايزه اشترك لها في الجيم. للاموره؟ اه يا حبيبتي، هو في غيرها؟ حياتك عايزه تشتركي قد ايه يا فندم؟ في شهر، شهرين، ستة، سنه؟ سنه ماما، عشان خاطري سنه، مش خاطر يعني. قولي لي الاسعار وانا اشوف. عايزه اقول لك بقى الدور الثاني عندنا في الجيم في منتجات عنايه بالشعر، مش عايزه اقول لك ايه. شايفه؟ شايفه شعري؟ ما بستخدمش غيرها. هعرفك، هعرفك كل حاجه. اختي ربنا يستر، هي البنت ناقصه جنان. راحتك يا فندم، انا كنت عايزه اخدمك. طيب اكتبي يا اختي، اكتبي. اتفضلي. تمام قوي كده، بندفع دلوقتي النص مقدم وبعد اسبوع بندفع الباقي. ايوه يا حبيبتي، يعني بكام السنه دي وبعدين؟ 6000 يا فندم. ايه؟ قومي قومي اختي، هو في ايه؟ احنا ناكل، ندفع، نخسس، ندفع. ايه يا فندم من غير الكلاسات؟ وما لو حجزت زومبا، ده لازم الزومبا اصلا. قولي لها ده انا قلت هتقولي لي 800 جنيه ولسه هفاصل معاكي، واقول لك ده احنا مش اول مره نجيلك. 800 ايه حضرتك، واحنا عايشين في العصر الحجري؟ لا وانت الساده عايشين عيشه اهالينا. امشي يا بنت قدامي. طب نجيب حمام كريم؟ طيب اتفضلي قدامي. يا ماما حرام عليك يا ماما، انا كان نفسي اشترك وكنا خلاص كده برضو. تطلعي حلمي كده. خلصتي وانا هون عليا برضو؟ يعني انت تعرفي عن امك كده؟ لا. عمرنا ولا ابوكي عصرنا معاكوا في حاجه؟ امال ليه الكلام ده؟ مش عايزه تروحي جيم عشان تخسي؟ ايوه. حلك عندي. ازاي بقى؟ سيبيلي نفسك، تعالي ورايا. تعالي خشي يا حبيبتي. اديني كده الموت التكييف ده. حضرتك بتاخدي الموت التكييف ليه؟ طيب ما تخافيش. في ايه؟ بتقفلي الباب ليه؟ زي ما انت. ثانيه واحده يا ماما، وحياه غلاوتك ساعتين كده كل يوم لنسف لك الدهون ناس. امال انت فاكره ايه؟ 6000 مقدم قال. يا ماما افتحها، ماما هموت منك كده. لسه فاضل 2 كيلو. خربت الجمع اللي عايز اروحه.